السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة ديالنا. كما العادة كل مرة سلعة جديدة والمليح ديما حاضر. كما كتشوفوا هنا واحد البقرة سداسية هي اللي للبيع، اللي مهتم يتواصل مع مولاها. هنا تشوفوا البقرة تبارك الله زوينة، ضارة في الشهر الثامن ديالها، وبالنسبة للثمن ثمن مناسب، طال فيها 17,000 درهم. اللي مهتم يتواصل مع مولاها ويمشي يشوفها ويقلبها وما يكون غير خير ان شاء الله. تبارك الله بقرة مليح، بقرة سداسية، ونتمنى تكون مرزق شي واحد من متبعي القناة ديالنا وما يكون غير خير. الله يجيب التيسير للجميع وشكرا. الى حلقة قادمة ان شاء الله، ما تنساوش تدعمونا. واللي ما شرى يتنزه، يعني انسان غيطلق عويناته في هذا الخير، هذا هو اللي كاين. يلا الى حلقة قادمة ان شاء الله.